أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 19، عذاب الله العظيم ينزل على سدوم وعمورة. وبعدما رحلوا الملكان من عند النبي إبراهيم وهو كان يتوسل الله عز وجل، دخلوا الملائكة مدينة سدوم في الليل، وكان لوط عليه السلام جالس عند باب المدينة، ولما شاف الملكان قام واستقبلهم باحترام كبير وقال: أرجوكم تفضلوا في بيتي لتغسلوا رجيلكم وتنامون عندنا ذي الليلة، وفي الصباح البدري ترحلون في طريقكم. لكنهم قالوا: لا، نحن بنبيت في الساحة. فأصر عليهم لوط وايد لمان دخلوا داره، فقدم لهم خبز وأكل زين، وقبل ما ينامون جاءوا رجال سدوم من كل ناحية في المدينة، شباب وشيابه، ودريوا بدار لوط عليه السلام وطربوا عليه وقالوا: يا لوط، فين الرجال الاثنين اللي جاءوا عندك دي الليلة؟ خرجهم لنا علشان نفعل بهم الفاحشة. فخرج لهم لوط وقفل الباب وراءه وقال: يا جماعة، لا تعملون دي الفاحشة، عندي بنتين عذارة فأخرجهن، أما ضيوف ذيل الرجال فلا تفعلوا بهم لأنهم في حمايتي. فقالوا له: بعد من هنا يا لوط، أنت جيت من بعيد وسكنت عندنا وجالس تتحكم فينا، دلحين بنعمل بك الفاحشة أسوأ منهم. ودفر لوط وحاولوا يكسرون الباب، فمد الملكان يداتهم وسحبوا لوط عليه السلام إلى داخل البيت وقفلوا الباب، وضرب كل الرجال اللي عند الباب بالعمى فما قدروا يحصلوا الباب. فقالوا الملكان: يا لوط، هل عندك في دي المدينة أقارب أو صهور أو أولاد أو أي واحد ثاني يقرب لك؟ خرجهم دلحين من هنا، فالله العظيم الجبار بيهلك دي المدينة لأن خطاياهم كثرت وشرهم زاد عن حده كثير كثير، فأرسلنا لنهلكها. فراح لوط عليه السلام عند الرجال اللي خاطبين بناته وكلمهم وقال: يا صهور، تعالوا وراي بسرعة واخرجوا معي من دي المدينة الظالمة لأن الله عز وجل بيهلكها. لكن صهوره اعتقدوا إنه يمزح، فعندما طلع الفجر ألحوا الملكان على النبي لوط وقالوا له: يا لوط، يا لوط، بسرعة شل زوجتك وبناتك واشردوا من هنا لأن العذاب بينزل على ذي المدينة وعلى مدن الوادي كله. لكن النبي لوط بطأ شوي، فأمسكوا الملكان بيده ويد زوجته وبناته وخرجوهم سالمين من المدينة لأن الله أشفق عليه. وبعد ما خرجوا من المدينة قال واحد من الملائكة: يا لوط، شرد بسرعة انت وأهلك إلى الجبال، ولا تتشوفون وراكم ولا تتوقفوا في أي مكان في الوادي ولا بيوصلكم العذاب. فقال لوط: يا سيدي، انت رضيت علي وعملت معي معروف كبير وأنقذت حياتي، لكن أنا ما بقدر نوصل إلى الجبال، يمكن يصيبنا مكروه فنموت. شوف دي القرية صغيرة قريبة مننا، خلينا نشرد لمان وسطها وأنجو بحياتي. فقالوا الملاك: طيب، ما بدمر القرية الصغيرة، لكن بسرعة لأننا ما بقدر نعمل شيء ثاني لمان توصل هناك، لذا السبب أن القرية الصغيرة سميت صغر. وعندما وصل لوط إلى صغر أشرقت الشمس على الأرض، فأمطر الله الجبار عليهم كبريت ونار على مدينة سدوم وعمورة، فأهلكت مدن الوادي وكل سكانها وحتى نباتات الأرض وكل شيء إلا لوط وأهله. ولكن زوجته تشوفت وراها فتحولت إلى عمود ملح. وفي الصباح بدري رجع إبراهيم عليه السلام إلى المكان اللي كان واقف فيه يتوسل الله القدير، وتشوف في اتجاه مدينة سدوم وعمورة وكل الوادي، فشاف دخان وايد يطلع من الوادي كمت النار،
وعندما أهلكت مدن الوادي رحم الله عز وجل النبي إبراهيم وما نساه، فأخرج الله لوط عليه السلام من سدوم قبل نزول العذاب. ولكن عندما وصل إلى صوغر خاف كثير أن يسكن فيها، فرحل هو وبناته وطلع الجبال وعاش منعزل هناك. وبعد فترة حبلن بناته وجبن من ولد. البنت الكبيرة سمت ولدها مواب، وهو أبو الموابيين، وأرضهم شرق البحر الميت. والبنت الصغيرة سمت ولدها عمون، وهو أبو بني عمون، وأرضهم شمال أرض مواب.